قرية صغيرة بإسبانيا أشبه بالخيال. لما بتتجول فيها بتحس حالك كأنك بلوكيشن لتصوير أفلام كرتون. قرية خوثكار أو السنافر. يبلغ عدد سكانها حوالي 250 شخص. تشتهر بأنواع الفطر وأشكاله. بيوم من الأيام تم اختيارها لفكرة فيلم، ودخل الرسامين عليها عام 2011 وغطوا المدينة ب 4200 لتر من الدهان لتتحول منازلها من اللون الأبيض للأزرق، ويتم تصوير The Smurfs بطريقة 3D مع وضع تماثيل ورسومات لشخصيات السنافر بكل أنحاء القرية. عام 2017 بعد ما تم الانتهاء من تصوير العمل، بادرت شركة الفيلم لإعادة طلاء المنازل باللون الأبيض، لكن سكان القرية رفضوا باعتبارهم المظهر الجديد للبلدة ميزها عن بقية مدن جنوب إسبانيا وأكسبها شهرة واسعة على السوشيال ميديا، وزادت نسبة السياحة فيها فبلغ عدد زائريها 80 ألف سائح، بينما كان سابقاً ما بيتجاوز 300 سائح سنوياً.